السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير وأهلا بكم في برنامجكم الأسبوعي حوار في ساعة. ضيفنا هذا المساء هو عضو اتحاد كرة القدم القطري، رئيس لجنة التفتيش الخاصة بملف استضافة كأس الخليج العربي أستاذ سعود المهندي. استضافتنا له هذه الليلة ستكون للحديث عن القضية التي لا زال تداعياتها وردود أفعالها حاضرة حتى اليوم بعد قرار رؤساء الاتحادات الخليجية بنقل البطولة خليج 22 من البصرة العراقية إلى جدة السعودية. لتعرف أكثر عن القضية نتابع معكم هذا التغريد. كعادتها بطولة كأس الخليج لكرة القدم لا يمكن أن تقف عند حدود قرار أو نقطة على السطر، ذلك أن تداعياتها وردود أفعالها تظل حاضرة لفترة طويلة من الزمن أبعد بكثير مما يتصور البعض أو يتخيله المتابعون. وبما أننا اليوم أمام حدث قديم يتكرر للمرة الثانية على التوالي بنقل البطولة التي كان من المفترض أن تحتضنها مدينة البصرة العراقية عام 2013، فليس من السهل تجاوز تلك التداعيات والقرارات المتضاربة فيما بينها بعد قرار آخر ذهب في نفس الاتجاه عندما قرر رؤساء الاتحادات الخليجية نقل البطولة المقرر إقامتها في البصرة العراقية في العام المقبل إلى مدينة جدة السعودية، خاصة وأن القرار نفسه أثار حفيظة العراقيين بشدة ودفعهم إلى مجموعة من القرارات والردود من الأفعال المتعاكسة الاتجاهات. ولأنها بطولة كأس الخليج التي توازي في قيمتها بالنسبة للخليجيين ما يمكن تشبيهه بالمونديال، فكان من الضروري أن نتابع تلك التداعيات بصفتها مؤثرة في قرارات أخرى يمكن أن تشهدها الساحة الخليجية حتى موعد إقامة البطولة، سيما وأن القرار من الجبهة العراقية جاء متناقضا في اتجاهاته. ففي الوقت الذي أكدت فيه وزارة الشباب والرياضة العراقية الانسحاب كرد للاعتبار على حد تعبيرها، جاء رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم مستنكرا ما ذهبت إليه الوزارة العراقية، واعتبر أن قرارها كأنه لم يكن الأمر الذي أثار لغطا كبيرا على الساحة، سيما وأن هنالك توجهات ودعوات من صناع قرار خليجيين بالذهاب لمشاركة الأردن بديلا للعراق في النسخة الخليجية المقبلة قبل أن تعود مياه العراق وكرتها إلى مجاريها. أهلا بكم مرة أخرى، يمكنكم التواصل معنا وتوجيه الأسئلة لضيفنا الكريم عبر حساب برنامج الذي في تويتر الظاهر الآن على الشاشة، كما يمكنكم المشاركة في التصويت لسؤال الحلقة: هل كان قرار نقل بطولة خليج 22 منصفا أم ظالما للعراق؟ على موقع قناة الكاس الكاس.net. وعبد العزيز أهلا وسهلا فيك وشكرا على قبول الدعوة، وكل عام أنتم بخير. أنتم بصحة وسلامة، ومن خلال طبعا هذا البرنامج أن أنا أتوجه بهذه المناسبة طبعا إلى شعب قطر كلهم والمقيمين على قطر بمناسبة العيد، نقول عيدكم مبارك والله يعيد عليهم علينا إن شاء الله. إن شاء الله على الجميع. عبد العزيز، يعني إشكالية يمكن من خليجي البحرين اللي كانت في البحرين أو قبلها بدأت قضية البصرة وتداعيات ستنغل أو لا تنغل، ونغلت في الأخير البحرين، والآن رجعنا مرة أخرى ونغلت إلى جدة. يمكن هذه الأشياء اللي هي الشروط استحدثت ليس بمدة فترة طويلة، يمكن لين خليج عمان لم يكن هناك، لخليج 16 لم تكن هناك أي اشتراطات أو لجان تفتيش، يمكن بعدها صارت. نعم، هو طبعا مثل ما تفضلت ما كان في هذه الاشتراطات ولا كان في شيء اسمه لجنة تفتيش قبل خليج 19 في مسقط، لكن بعد خليج 19 طبعا ارتأوا أصحاب السعادة رؤساء الاتحادات وايضا الامناء العامين ان وصلت دوره كاس الخليج الى مستوى يجب ان تقام يعني في افضل الظروف، وفي في في يعني نقول في منشات تستحق ان تقام عليها البطوله. فصار القرار بتشكيل لجنه تفتيش تنبثق من الامناء العامين للدول المشاركه، فهذا القرار صار بعد خليج 19 وطبق طبعا او تم تنفيذه في التفتيش على خليج 20 في اليمن. هل عبد العزيز كان فيه شكاوي من بعض الدول ان التنظيم لم يكن او المنشآت الرياضيه سواء في عمان او البطوله اللي قبلها في ابو ظبي، هل هناك كان
شكاوى من بعض الوفود ملاعب التدريب او ملاعب المباريات او الارضيات او شيء لاستدعى ان تكون لجنه تفتيش. ما كان فيه ذاك الوقت طبعا، خاصه ان انت يعني لو تكلمنا كانت المشكله يعني بكل امانه كانت في خليجي 16 يمكن كان في الكويت. في الكويت كان في مشكله في الملاعب وارضيه الملاعب. نعم، لكن مرورا ب 17 و18 و19 ما كانت هذه المشكله موجوده. وايضا كانت في نقله صارت كبيره لدوره كاس الخليج في خليج 17 في قطر، كلنا نعرف هذا الشيء، ومن هالاستعدادات المجموعتين منها ايضا النقل التلفزيوني تميز طبعا الملاعب، فكان فهذا طبعا عطت حافز كبير للدول اللي استضافت بعد خليج 17 حتى خليج 18 كانت متميزه. نعم ف من هالمنطلق طبعا صار في هذا القرار، وتم طبعا مثل ما قلت لك تنفيذه في خليجي 20 في اليمن. نعم. شنو اهم الاشتراطات او الدول يعني لو تحدثنا بشكل بدون شك الملاعب؟ شوف بيني وبينك احنا طبعا الاشتراطات الموجوده طبعا احنا راعينا ان ما تكون هي الاشتراطات يعني تكون اشتراطات تناسب اقامه دوره الخليج وتظهر بمستوى يعني ممتاز. ما يعني على سبيل المثال انا اقول لك اشتراطات استضافه كاس اسيا، احنا استضفنا كاس اسيا في 2011 في يناير 2011، كانت اشتراطات صراحه يعني كثيره، وكانت في بعض الامور يعني في بعض الاشتراطات تحس انها كانها شبه مستحيله. مثال ايش؟ يعني في 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 عدد الملاعب في 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 مقاعد الاعلاميين المفروض تكون في الملاعب، في المراكز الاعلاميه، هل يكون في المقاعد الاعلاميه يكون في تجهيز الانترنت والكهرباء والاعداد المطلوبه، المراكز الاعلاميه ايضا نفس الشيء، التجهيزات التقنيه المفروض تكون موجوده، يعني حتى في الاضاءه، اضاءه الملاعب يجب ان يكون في اشتراطات معينه او يعني لكس معين حتى يتم النقل التلفزيوني بالصوره الافضل. نعم، فاحنا حطينا اشتراطات اللي هي يعني تعتبر الاساسيات واللي تكون في نفس الوقت تكون مريحه مثل ايش الاشتراطات؟ اول انت بدايه يعني كبطوله مثل هذه تبغي حسب اللائحه لازم يكون في ملعبين الرئيسيين للمباريات. نعم، في ملعبين ولا يقل عن 6 ملاعب تدريب، يعني احنا نفضل ان تكون 8 ملاعب تدريب لكن لا تقل عن 6 ملاعب تدريب. طبعا منها طبعا الملعبين يكونون مجهزين، طبعا الملعبين يكون فيها التقنيات اللي هي مطلوبه بالنسبه لنا، تراعي فيه اكثر من يعني مما تقول مشاركه.